نبدأ محاضرتنا اليوم بالفصل الثالث اللي هو الـ Balancing of Rotating Machines أو Rotating Masses العفو. نفهم أول مرة المعنى مال الفصل في سبيل حتى نقدر نستمر به. موضوع البالانسينج وموازنة الكتل الدوارة، كتل الدوارة اللي نقصد بها أنه إذا عندي شيفت وهذا الشيفت ده يدور بسرعة معينة، نتيجة دورانه راح تتولد اللي هو يولد قوة طاردة مركزية يعتمد على مقدار القوة والسرعة اللي ده يفتر بها الشيفت، وكذلك نصف قطر الدوران للكتل اللي تكون غير متزنة. أقصد بالكتل الغير متزنة، إحنا مثل ما نعرف الشيفت المفروض كل يتكون خلينا نقول من مجموعة ذرات، هذه الذرات موزعة على طول الشيفت، هذه الذرات إذا أكو اختلاف بالكتل بين ذرة وأخرى فهنا راح يصير عندي أنه راح يصير أكو اختلاف بتوزيع الكتل في هذه الحالة، هذا يؤدي لي إلى أنه القوة الطاردة المركزية خلال عملية الدوران اللي تتكون لهذه الذرات أو لهذه الكتل راح تكون قوى مختلفة ما متساوية، وبذلك يكون السيستم راح يتعرض إلى قوة مختلفة، مجموع القوى اللي راح تكون عليه ما تساوي صفر، وبذلك تصير عندنا نوع من الاهتزازات، وهذه الاهتزازات أكيد راح تكون مضرة لهذا الشفت. نقرب الفكرة بالضبط، الفكرة مثل ما عندنا التاير مال السيارة، التاير مال السيارة إذا صارت بأي ضربة التاير نشوف أنه يبدي التاير يصير بيه إحنا نسميها فد رجفة معينة، هذه الرجفة تنتقل إلى السيارة بصورة عامة، يعني يحسها الراكب اللي موجود بالسيارة. فالعملية اللي نسويها هي أنه ناخذ هذا التاير ونروح نسوي له عملية بالانس، وفي سبيل حتى نخلي مجموع القوى اللي راح تأثر عليه تساوي له صفر، وإذا ساوت صفر معناتها راح يروح عندي هذا الاهتزاز اللي يتولد، وبذلك يرجع إلى حالته الطبيعية. راح ناخذ أربع أنواع من عمليات الموازنة. طبعاً بنقول أربع أنواع حسب نوع الكتل اللي الكتل الغير متوازنة اللي راح تتولد، وراح نشوف الاختلاف بين هذه الأربع أنواع اللي راح ندرسها. النوع الأول من عملية الموازنة، قبل ما أروح حقيقة إلى أو أخوض بالتفاصيل، نوضح أيضا أنه من تجي هذه الكتل. يعني إحنا بغض النظر ودائما نحكي ونقول أنه التطور بالصناعة والتصنيع ووجود المكائن الـ CNC إلى آخره، كلها صحيح قللت من موضوع الدقة بالتشغيل، والدقة بالتشغيل تؤدي إلى أنه تنطيني نتائج بالموضوع الاهتزازات نتائج عالية، إلا أنه إحنا مثل ما نعرف أو مثل ما قلت أنه أي معدن إلى كثافة معينة، هذه الكثافة اللي يخلي نفرض أنه إذا عدي شفت توزيع الكثافة على الشفت راح تكون مختلفة، ونتيجة هذا الاختلاف بالكثافة في منطقة عن منطقة أخرى نتيجة تعرف إحنا عمليات تصنيع الشفت كرو ماتيريال، أما نأخذه بطرق واحدة من الطرق اللي هي مثلا طرق السباكة، السباكة قد تكون أكو فجوات هوائية تصير داخل الشفت، وجود هذه الفجوة الهوائية معناتها أنه الكثافة في هذه المكان راح تكون أقل من الكثافة في مكان آخر، هذا الموقع
راح تصير كتلته بالحالة أقل من الكتلة اللي المح... بالكتلة بال... للشفت بما محيط بي. لذلك ينشأ عندنا هنا موضوع اختلاف الكتل، من يتعرض هذا الشفت إلى مثل ما قلنا إلى أنه يفتر بسرعة دورانية معينة، راح تتكون قوى طاردة مركزية. هذه القوى الطاردة مجموع القوى الطاردة المركزية اللي راح تتكون ما راح تساوي صفر، لأنه أكو منطقة أخف من منطقة، وبذلك راح يكون عندي عدم الاستقرار أو عدم التوازن. ناخذ أنواع الاتزان. الحالة الأولى عندنا البالانسينج اوف سينجل روتيتنج ماس باي سينجل ماس روتيتنج ان ذا سيم بلين، عملية موازنة. إذا عدي بالحالة أو هاي الطريقة تعني بالحالة اللي تكون بها إذا عدنا كتلة واحدة فقط هي غير متوازنة، فعملية الموازنة مالتها هي أنه نضيف كتلة أخرى by a single mass واثنيناتهم راح يكونن in the same plane. هذا بالضبط المثال اللي جبناه اللي يصير، يمكن أغلبنا شايفين أو ياخذ التاير مال السيارة يوديه للعملية البالانس، يحطوه على جهاز البالانس. عملية الموازنة لهذا الجهاز هي يسموها بإضافة single rotating mass ب single mass rotating the same plane. البلين هنا اللي نقصد به أنه إذا عندي أي قرص، وهذا القرص يكون السمك مالته قليل، نقدر نعتبر هذا القرص كبلين واحد. أما إذا أخذنا الشفت على طوله، الشفت حقيقة يتكون من ما لا نهاية من البلينز، يعني كل منطقة هذا الشفت إذا أقطع إلى أقراص خفيفة كل قرص من هذه القرص أسميه بلين. فهنا نحن هذه الحالة عندنا أنه أنا يعني إذا عندي شفت على سبيل المثال كامل، وجيت قطعت من هذا الشفت فد قرص، وتركزت القوة الغير متوازنة في هذه القرص، فعملية الموازنة مالتي راح تصير أنه راح نشوف العملية شلون تصير عملية المتابعة. بس المهم الموازنة لازم تصير بنفس هذا القرص اللي احنا اخذنا، لذلك نسميها بسيم بلين. خلي اقرب الفكره بعد اكثر. من اجي اقول انا عندي سنجل روتيتنج ماس بالانسين سنجل روتيتنج ماس، احنا ما قلنا الكتله الغير متوازنه نتيجه انه الشفت يدور ايش راح يصير به؟ قوة طاردة مركزية. يعني هنا نقصد به راح تصير وكأنه العملية انه single centrifugal mass العفو force، هذه الكتلة راح تسوي لي single او تسوي لي قوة طاردة مركزية. خلي نفرض انه انا جيت سألت هنا هسه سؤال اللي هو اجي اقول، يعني خلينا نرجع مثلا نقول بموضوع الاستاتيك. بالستاتيك او بالدايناميك مهم واحد من عندهم، يجي اقول لك انا عندي قوه واحده باتجاه معين، قوه واحده اعطيك القيمه مالتها، اقول لك اريد تسوي لي محصله القوى مال هذه القوه يساوي لي صفر، شو نسوي؟ ممكن واحد يجاوبني يقول شو نسوي؟ يكتب لي على الشات فد جملتين، عندي قوه بأي اتجاه، خلينا نقول بهذا الاتجاه هسه، أو عندي هذا مثلا، هاي عندي قوة عوفك هذا بالكرة هنا الكتلة، خلينا نقول عندنا هاي قوة السهم مالتها للأعلى، وجيت طلبت أنه تساوي لي مجموع القوى يساوي لي صفر، شو نسوي في هذه الحالة؟ تحليل عزوم يقصد به أنه أنا عندي من عندي قوة بهالاتجاه هذا، وحتى أسوي مجموع
قوى يساوي صفر، أجي أضيف قوة تساويها بالمقدار ولكن شنو تعاكسها بالاتجاه. راح أجي أرسم قوة 10 نيوتن إلى الأسفل، فراح يصير من أجي أحلل القوى 10 نيوتن إلى الأعلى ناقصا 10 نيوتن إلى الأسفل، ايش راح تعطيني؟ راح ينطيني مجموع قوى يساوي لصفر، وبذلك أقول حصلت على حالة توازن. هنا احنا بهذا الموضوع حقيقة راح نتبع علي محمود كابل، الكابل اللي نقصد به نفس العملية، الكابل انه يصير عندي وكأنه بيناتهم مسافة، قوتين بيناتهم مسافة، واحد مثلا الى الاعلى وواحد الى الاسفل بيناتهم مسافة، هذا نسميه كابل. بس هنا نقول انه نضيف قوة تساوي بالمقدار وتعاكس بالاتجاه. هنا موضوعنا لهذا الحالة هي أو موضوع البالانس، هنا لهالنقطة من عندي كتلة واحدة، قلنا هذه الكتلة نتيجة دوران راح تساوي لي قوة طاردة مركزية، هذا هنا أنا ممثلة أنه أنا عندي هذه الكتلة وهذا نصف قطر دورانها، يعني موقعها على الشفت، خلينا نقول عندنا شفت كبير، ووجدنا بنص هذا الشفت أو في مكان ما هذه الكتلة اللي هي العفو اللي هي غير متوازنة، تبعد عن المركز بمقدار R. نتيجة الدوران مال هذا القرص أو هذا الشفت ايش راح يصير؟ راح تولد هنا هذه الكتلة الأم قوة طاردة مركزية مقدارها M أوميجا سكوير R1. إذا صارت عندي قوة هسه بهذا الاتجاه. إذا حتى أوازن هذه القوة عملية الموازنة راح تتم by single mass rotating the same plane. راح أجي إذا أوازن بنفس البلين اللي به هذه الكتلة اللي قلنا إحنا مثلاً على سبيل المثال أخذنا قرص من الشفت، هذا القرص شو نسوي؟ نجي بنفس البلين نضيف كتلة بحيث هذه الكتلة تولد لي قوة من لأنها أيضاً هاي من بتفتر بنفس الأوميجا على نفس البلين، راح تولد لي قوة طاردة مركزية مقدارها إذا قلنا راح نضيف كتلة بي بي أوميجا سكوير و آر 2 اللي إحنا راح نضيفها بهذا النصف قطر. إذا راح نضيف كتلة مقدارها بي أوميجا سكوير آر 2 حتى تولد لي قوة طاردة مركزية ثانية عادل للقوة الطاردة المركزية الأولى، ويصير مجموع القوى هنا تساوي لصفر. لذلك نشوف هنا إذا M أوميجا سكوير R1 لازم يساوي لل B أوميجا سكوير R2. الأوميجا إحنا ندور على نفس أو ضفنا أو الكتلتين هذه تدور بنفس الأوميجا لأنه على قرص واحد مثل ما قلنا، الأوميجا راح تنحذف راح يصير M R1 يساوي لي بي ار 2. هنا من اجي اباوع على هذه المعادله، هذه المعادله اشوف انه انا مو بالضروره انه اجي اضيف الكتله هاي البي بنفس البعد ونفس المقدار مالت الكتله بحيث حتى تصير اثنيناتهن مثلا على بعد ار 1 واثنيناتهن هن الام مكانها هم لازم تصير قيمتها ام، لا مو بالضروره. هذه المعادلة هنا شو استفاد من عندها؟ هاي المعادلة استفاد من عندها أنه الكتلة هاي إذا كبرت الكتلة المضافة ايش راح يصغر عندي؟ راح يصغر عندي نصف القطر، وإذا ردت أبعد أو أكبر نصف القطر فلازم شو أسوي؟ الكتلة اللي أضيفها راح تكون أصغر بحيث من أضربهن اثنيناتهن ينطيني الام ار 1. هذه الميزه تفيدني بيش؟ تفيدني من اذا عندي قرص هذا كامل ومن جهه اريد اضيف الكتله عندي فت شق بهذا القرص بحيث ما اقدر اضيف بالكتله، ايش اسوي بهالحاله؟ راح اجي اجد مكان بحيث اقدر اضيف كتله، اشوف ايش قد نصف القطر، نصف القطر وعلى ضوءها راح اقدر
أحسب مقدار الكتلة اللي راح أضيفها، وبذلك أحصل على موضوع الاتزان أو التوازن العفو في هذا الحال. إذن هذه هي الحالة الأولى. مثل ما قلنا هذا أغلب شيء نشوفه باللي هو قلت لنا الشيء العملي اللي عندنا احنا ونشوفه دائما، اللي هو عملية البالانس مالت التاير مال السيارة. بنروح نشوف انه من يحط على البالانسينج ماشين ويدور التاير يوجد الزاوية اللي بيها الانبالانس، فتشوفه انه من حدد الزاوية يدور التاير بالاتجاه المعاكس 180 درجة ويروح يضيف كتلة ويشوف الجسم توازن لو ما توازن. اما تسالني تقول انه لا ما هو يسويها اكثر من مره، اي نعم هو يوازن وكانه يجوز عده ثلاث اربع كتل في نفس فيجي يشوف يضيف لك اكثر من هاي يسموه يصير براس العفو نحاس استغفر الاسف الرصاص. الرصاص يبدي يضيف قطع من الرصاص على الويل مال التاير في سبيل حتى يحصل على حالة الاتزان. فإذا هذا هو الطريقة الأولى أو الحالة الأولى، اللي هي أنه من تكون عندي كتلة واحدة فقط غير متوازنة، فذلك تصير العملية أنه نضيف كتلة تساويها بالمقدار ولكن تكون معاكسة للاتجاه. من أقول تساوي بالمقدار معناتها أنه لازم نتحكم بنصف القطر والكتلة، أزيد الكتلة أقلل نصف القطر، أكبر القطر أصغر الكتلة المضافة حتى نحصل على حالة التوازن. هذا هو الحالة الأولى. نروح للحالة الثانية. الحالة الثانية balancing of a single rotating mass. أيضا هنا عندنا عملية